السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو بتاعنا بصلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. النهارده هنعمل مع بعض كده فيديو ان شاء الله ازاي تستعدي رمضان وتملي بيتك في شهر رمضان بالخير ان شاء الله، كده من غير ما تحسي ومن غير ما تضغطي على ميزانيتك ولا على مصروفك ولا اي حاجة. هقول لك على شوية خطوات كده بسيطة تعمليها تملي بيتك بالخير من غير ما ايه ما تضغطي على نفسك في اي حاجة. طبعا الاول كل سنة وانتم طيبين، ربنا اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين باذن الله، واحنا بقى احسن حال كلنا يا رب، امين امين اجمعين يا رب العالمين. اول حاجه هنعملها ايه؟ طبعا عشان تملي بيتك بالخير انت لازم تعملي شويه خطوات، ولازم تكوني ايه تعلمي التدبير والتوفير ازاي. يعني انا عن نفسي من اول ما اتجوزت لغايه دلوقتي انا عمري ما ضغطت جوزي على مصروف البيت في رمضان، ولا جيت قبل رمضان قلت له عايزه وعايزه 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 ولا اي كلام ده خالص. وهقول لك ازاي تعملي كده. هي مره بصراحه، بس عشان ايه ابقى صادقه معاكم، يعني هي اول مره، اول سنه اتجوزت فيها قلت له انا متجوزه ما شاء الله لا قوه الا بالله من سنين كتير قوي، يعني ولادي ما شاء الله مخلصين كليات وفي في كليات. هي مره واحده اللي قلت له فيها، اللي هو جاب لي من نفسه، يعني اول سنه اتجوزنا فيها جاب لي هو حاجه رمضان وكده، وجاب لي طبعا احنا في رمضان بنشرب مشروبات ياما وعصاير ياما وكده، فكان جاب لي باليتة سكر. دي هي المره الوحيده اللي انا جبت فيها حاجه رمضان. هي اول سنه او تاني سنه تقريبا، يعني سنه او سنتين بس مش متذكره بالظبط. بقيت السنين بقى انا بقى ابتديت بقى افهم، انا كنت متجوزه صغيره طبعا، بس ابتديت افهم بقى ايه اعرف ازاي، يعني انا ليه اجي على رمضان واجيب كل ده مره واحده؟ طب انا ليه ما يعني ما اعملش نفسي واحده واحده كده بحيث ان انا ما اجيش اتزنق على شهر رمضان؟ طبعا دي بتبقى بايه يعني ايه يعني كل واحد بيبقى ليه حته في يعني عايزه اقول لك ان الحته دي ما بتبقاش موجوده عند كل الناس، بس احنا في ناس بتتعلمها وفي ناس بتكتسبها وفي ناس يعني بالفطره كده بتاخدها. انا من الناس اللي خدتها بالفطره كده، من يعني حته التدبير والتوفير دي فيا يعني من زمان يعني. فاي قلت لا، انا رحت عامله ايه بقى، رحت جايه في رمضان اللي هو جاب لي فيه الحاجات دي، وابتديت بقى بعد ما خلصت رمضان ما كانش فيه تومين بقى اياميها ولا الكلام من ده، كان التومين اللي هو العادي بتاعنا ده اللي بتشتريه بفلوس، بس انا ما كانش عندي بطاقه تومين. فعملت ايه، بقيت كل ما يجيب لي حاجه من البيت اروح شايل لي حاجه منهم على جنب رمضان، عملت كرتونه كده، وبقيت كل ما يجيب لي مثلا خزين بيت، كان هو اللي ماسك المصروف اول الجواز، كل ما يجيب لي حاجه من الحاجات البيت اشيل ازازه زيت، اشيل كيس سكر، اشيل كيس رز كده يعني. بعد كده بقيت انا امسك المصروف، بقيت اتحكم اكتر يعني في الحاجات اللي انا بجيبها. فبقيت اعمل لنفسي كل شهر اجيب حاجه واشيلها لرمضان، بقى يجي عليا رمضان من السنه للسنه، والله كنت بعمل كده، بيجي عليا رمضان بيتي بيبقى مليان خير يعني ما اقولكيش. يعني كنت ممكن اعمل شنط رمضان دي من الحاجات اللي انا شايلها طول السنه، وكانت الدنيا رخيصه جدا جدا عن كده يعني. ده كان كيس السكر ما اعرفش 4 جنيه ولا حاجه ولا بيه، كانت الدنيا رخيصه عن كده كتير يعني. بس كان ايه يعني بدل ما اجي ازنق نفسي في الاخر قبل رمضان، لا كنت ببقى شايله كله قبل رمضان. فانا هقول لك بقى ازاي تتعلمي حته التوفير دي وتعمليها ايه واحده واحده، هتتعلميها كده ان شاء الله. اول حاجه عشان تجيبي تيجي على رمضان وتجيبي يميش رمضان وتجيبي الخزين بتاع رمضان وتجيبي بقى كل الحاجات اللي احنا محتاجينها على رمضان دي، والعصاير بقى والخروب والصوبيا والحاجات دي كلها هتجيبيها على رمضان، عايزه لك قد مصروفك اللي بتاخديه 3 مرات، ده اقل حاجه عشان تجيبي كل ده. طبعا في رمضان احنا بنعمل زبده، يعني معظم اكلنا عشان البيض والرز المعمر بقى والعزيم والحاجات دي، فبنعمل زبده. انا نسيت اشغل لكم يا جماعه طبعا فانا ايه طبعا بتحبي تجيبي حته زبده بلدي، هي معترضه تشتغل مش عارفه في ايه. فالمهم طبعا انت محتاجه تجيبي حته زبده، حته زبده، حته سمنه بلدي، هتعملي بيها الحلويات، تعملي شويه رز، تعملي تقلي بيها بيض، فلازم يكون عندك برضو حاجات دي. حتى لو انت في ايام العاديه ما بتستغليش الحاجات دي، بس في رمضان بنحتاج نجيب الحاجات دي. ما حدش يقول لي رمضان مش شهر اكل وشرب وكلام من ده، لا هو رمضان شهر عباده، كلنا عارفين رمضان شهر عباده، بس احنا بنعمل كده ليه؟ بنعمل كده عشان احنا ولادنا صايمين. ممكن يبقى حسين هيبقى في مدارس ان شاء الله في الصيام، فالولاد لازم ياكلوا كويس عشان هيبقوا في الصيام، فلازم نغذيهم كويس. دي حاجه. تاني حاجه احنا ده الشهر بيجي واحد في السنه، فمش معقول هيجي على رمضان حتى لو هتجيبي كميات صغيره، مش بتكلم على الاكل والشرب، يعني الاكل والشرب في رمضان احنا بناكل اقل من الايام العاديه بكتير، بس في حاجات تانية بنستغلها اكتر من بناخدها او بنجيبها اكتر من الاكل والشرب كتير. زي ايه مثلا؟ احنا المشروبات مثلا العصاير، خصوصا بقى يعني التمر، الخروب، الخشاف والحاجات دي احنا ما بنشربهاش غير مره في السنه، يعني مره واحده في السنه، فمش هنيجي كمان على رمضان ما نجيبهاش.
طبعا انا عارفه ان الظروف بقت صعبه على كله، بس احنا ممكن في ايدينا ان احنا نعمل كده حتى لو مزيتنا ضعيفه. المهم نسال الله البركه وربنا ان شاء الله يرزقنا بيها باذن الله. طبعا عشان تجيبي زي ما قلت لك كل اللي انت عايزاه دوت في رمضان، عايزاك 3 مرات قد مصروفك. فاحنا هنعمل ايه؟ هقول لك على كذا حاجه ممكن تعمليها. اول حاجه ممكن تعمليها، يا اما انت ممكن من ابتداء من دلوقتي، احنا كده في شهر خلاص يعني النهارده احنا في بدانا في 12، فانت ممكن بقى تبتدي عندك 12 وواحد واتنين، يعني 3 شهور بس، فتلحقي نفسك بقى. ممكن بقى من دلوقتي تشيلي كل اسبوع او كل شهر حاجة حسب مصروفك. لو مصروفك بالاسبوع هتشيلي كل اسبوع حاجة، لو مصروفك بالشهر هتشيلي كل شهر حاجة مبلغ صغير. هتاخدي المبلغ ده وتحوشيه لغاية رمضان تزيد بيه حاجتك. انا مش مع الرأي ده، انا بقول لك بس الناس ما بتحبش تجيب حاجة وتشيل. انا مش مع الرأي ده، انا بحب اشيل ايه، اشيل الخزين احسن. ليه بقى اشيل الخزين احسن؟ لان الحاجه زي ما انتم شايفين بتغلى كل يوم عن التاني. يعني انا عملت لكم فيديو تحضيرات رمضان من كام شهر كان السكر فيه رخيص، وقلت لكم يا جماعه شيلوا، ما اعرفش بقى ان كنتوا شلتوا ولا لا، بس انا قلت لكم شيلوا السكر وشيلوا زيت وشيلوا رز وشيلوا كلام من ده. وناس كتير اعترضت. اهو دلوقتي السكر بقى وصل ل 50 جنيه، والله اعلم هيبقى على رمضان بكام. فاللي شال بقى استفاد بقى، انه حتى لو شلت لك كيسين ثلاثه فانت استفدتي بيهم، هتفوقي في الشربات حتى. تمام. فانا مع الراي ان احنا نشيل الحاجه الخزين احسن، بحيث ان احنا الحاجه لو غليت يبقى احنا جايبينها ارخص ما هنجيبها على رمضان. دي حاجه. تاني حاجه ممكن برضو يبقى دي، يبقى حاجتين، يبقى اول مره يا اما اول حاجه تشيلي فلوس، يا اما هتشيلي الخزين حاجه في حاجه كل شهر او كل اسبوع. تجيب كل ما تنزلي السوق هتشيلك حاجه وشيليها، كل ما تنزلي السوق هتشيلك حاجه وشيليها، او انت بتجيبي متطلباتك الشهريه ولا بتجيبيها بالشهر هتشيلك حاجه ولا حاجتين وشيليهم. تمام. حتى لو شلت جزء بسيط يبقى شلت من عليكي من هم كتير، من على ايه، خزين رمضان. دي تاني حاجه. تالت حاجه ممكن تعملي جمعيه وتقبضيها مثلا على رمضان. الجمعيه دي بقى هتعملي بيها ايه؟ يا اما تجيبي بيها حاجات رمضان، يا اما هتشيليها مثلا لو انت عملتي زي ما قلت لك وشلتي حاجه رمضان، ممكن الجمعيه دي تقبضيها وتجيبي بيها هدوم العيد. تمام. دي كذا حاجه، دي كذا فكره ممكن تجيبي بيهم حاجات رمضان. هقول لك برده الحاجات التانيه. انت دلوقتي جايبه جوزك وهو جاي مثلا جايب فاكهه، او انت نزلتي السوق وجبتي فاكهه وانت جايه، بدل ما تيجي على رمضان بقى وتروحي تجيبي لك 2 كيلو 3 كيلو من كل نوع فاكهه وتخزني بقى وتملي الفريزر كله مره واحده كده وتصرفي كتير ويبقى ضغطتي برضو على ميزانيتك، ما ده كده ضغط على الميزانيه. انا بتكلم على الميزانيات اللي هي محدوده، مش هتقدر تجيب كله مره واحده. انت ميزانيتك ما شاء الله تبارك الله ربنا يزيد ويبارك معاك انك تقدري تجيبي كله مره واحده على رمضان، خلاص اعملي كده، هاتي هاتي فاكهتك كلها وحاجتك كلها على رمضان. انا بتكلم على الميزانيات المحدوده. تمام. هتجيبي مثلا انت جبتي فاكهه او جوزك جاب فاكهه، وانت بتغسلي الفاكهه كده روحي غسلي لها ايه، يعني بعد ما تغسليها خدي لك سماره ولا سمارتين من كل نوع، كل ما تجيبي يعني خدي لك واحده ولا اتنين. مثلا جاب لك جوافه، هتاخدي جوافه بعد ما تغسليها خدي لك جوافتين كده قطعيهم وشيلهم في، حطيهم في كيس وشيلهم في الفريزر، يبقى كده عدوا من عليكي من غير ما تحسي بيهم. لا تعبتي في وقت تقفي بقى ساعتين في المطبخ تحضري في الفاكهه كلها، ولا تعبتي نفسك في المصاريف. تمام. ده هيوفر عليك كتير. هتشيلي بقى رمان، هتشيلي جوافه، المانجا لو لسه في مانجا، يعني اي فاكهه هتجيبيها بتنفع عصير هتشيلي منها وحدتين في الفريزر، وده يبقى عدوا من عليك رمضان وانسيهم خالص. تمام. برضو هنيجي برضو طبعا احنا بنيجي في رمضان برضو بالنسبه للخضار، كل مره هتجيبي خضار مثلا، انت دلوقتي نزلتي السوق وجبتي مثلا ملوخيه، جبتي مثلا ب 10 جنيه ملوخيه، ب 10 جنيه هيبقى كتير عليكي طبعا، او جبتي ب 5 جنيه حتى. شوفي انت اللي زي ما بتجيبي الملوخيه بتستخدمي نص كيلو هتجيبي كيلو، شيلي نص كيلو رمضان والنص كيلو التاني اطبخيه هيعدي من عليكي. جبتي باميه بتجيبي مثلا انت بتطبخي نص كيلو، هاتي كيلو شيلي نص كيلو رمضان والنص كيلو التاني اطبخيه. كل ما تجيبي نوع خضار شيلي نص منه، هاتي نص زياده النص دوت حطيه في، اطبخي نص والنص التاني شيليه في الفريزر وانسيه لرمضان. تمام كده هيبقى خزنتي خضارك وخزنتي فاكهتك من غير ما تحسي، من غير ما تقفي كتير في المطبخ، ومن غير في نفس الوقت ما تكلفي نفسك فلوس كتير. انا بقول لكم افكار، واللي يعجبه فكره ياخدها، اللي يعجبه فكرتين ياخدها، اللي عايز افكار كلها ياخدها، اللي مش عايز منهم ولا فكره ومش عاجبه الافكار فبرضه ايه براحتكم. انا بقول لكم برضه ايه على الافكار وانتم تستفادوا منها على قد ما تقدروا يعني. تمام. هيبقى هنجيب كده شلنا الفاكهه بتاعتنا واحده واحده، شلنا كمان الخضار بتاعنا واحده واحده. وبرده مش لازم نبالغ في كميه التخزين، يعني هي الطماطم بس بصراحه اللي بحب اخزن فيها كتير، لكن بقيه الحاجات بشيل. يعني انا في رمضان مثلا هتطبخي مثلا مش يعني مثلا في الشهر كله مثلا مش هتطبخي مثلا باميه اكتر من مرتين مثلا،
لو عملت مرتين باميه، جبت اللوبيا مثلا، جبت ربع شلتيه وربع طبختيه وربع فرستيه، او شيليه حتى جاف زي ما هو كده، يبقى انت كده ايه، هتطبخي مثلا مرتين لوبيا، مرتين باميه، مرتين ملوخيه، يعني مش كل يوم. احنا يعني الخضار اصلا ملهوش مجال كتير في رمضان، الناس في رمضان بتحب النواشف، فانت مش لازم تبالغي وتملي الفريزر بتاعك بحاجات ايه كتير، يعني على قد الكميات اللي انت هتطبخيها تعمليها. شوفي نفسك مثلا هتاكلي في رمضان، يعني مثلا اعملي حساب العزومات منزل، فزودي كيس للعزومات، والحاجات دي هتوفر معاكي كتير في جدا في العزومات. يعني انت لو عندك عزومه في رمضان وانت عامله الافكار اللي قلت لك عليها، وشايله كيس باميه، على شايله كيس فاكهه، على شايله كيس ملوخيه، على كده، هيجي عندك عزومه مش هتجيبي حاجه غير اللحوم بتاعتك، هيبقى عندك الباميه، عندك الملوخيه، عندك الطماطم، عندك الحاجات اللي انت مفرزاها، مش هتشيلي هم العزومه بتاعتك، هتعملي عزومتك من غير ما تتعبي نفسك في وقفه. هتبقى تاخدي كيس باميه انت مفرزاه، هيبقى جاهز، من مش هتقعدي تقمعي بقى ولا تقطفي ملوخيه ولا بتاع، هتسحبي كيس طماطم هتحطيه عليهم، على الباميه ولا على اي خضره هتطبخيه، هيبقى عندك كل حاجه مفرزه جاهزه. حتى لو هتعملي محشي هتبقي مفرزه خضره المحشي، مفرزه الطماطم بتاعت المحشي، او التسبيكه كلها على بعضها يبقى اسهل. هتفرزي كرنب مثلا، او ورق العنب، او اي حاجه، هتسحبي بقى كده كيس الكرنب اللي انت عاملاه، او كيس ورق العنب، هتحطي عليه التسبيكه اللي انت عاملاها، هتبهريهم او هما بيبقوا متبهرين في التسبيكه، هتطلعي المحشي بتاعك وهتحشي، مش هتحسي بكل دوت. هتبقي ايه، وفرتي وقتك ومجهودك، وفي نفس الوقت وفرتي فلوس. يعني انت لو عندك كل الحاجات دي وجات وعامله عزومه في رمضان، هتجيبي اللحوم او الفراخ بتاعتك بس. تمام، يبقى كده شلنا خضار وشلنا ايه اللحوم، شلنا الخضار والفاكهه بتاعتنا، ومش هنضغط على الميزانيه. برضو البقوليات نفس النظام، شوفي ايه انواع البقوليات اللي بتجيبها وشيليها، عايزه تشيليها جافه شيليها، عايزه تسلقيها وتحطيها في الفريزر مسلوقه تاخديها على الاكل على طول، يبقى ايه اسهل عليكي. تمام، يبقى شلنا كده كل حاجه من غير ما نحس هنشيل حاجه في حاجه. يا ريت بس لسه ما اشتركش في القناه يشترك معايا في القناه، يشرفني يعني بالاشتراك في القناه، واكتبوا لي تعليق حلو منكم كده، او تعليق بذكر الله، اي ذكر الله انتوا بتحبوه تكتبوا لي في التعليقات، واضغطوا على زر الجرس عشان يوصلكم كل حاجه جديده بنزلها، وما تنسوش اللايك. تمام، بعد كده هنيجي مثلا احنا دلوقتي برضو بيجي علينا في رمضان بنعمل الكحك والبسكوت، طبعا ده مصروف تاني لوحده غير مصروف رمضان، يعني فعشان كده بقول لكم رمضان مصروفه ياما، محدش يقول لي مصروفه مش يابا، ومش شهر اكل وشرب وكل ده، عارفين انه شهر عباده. احنا لما بنفرز ولا بنخزن، بنخزن عشان نوفر فلوس، وبنخزن عشان احنا نتفرغ للطاعه بتاعتنا في رمضان. رمضان شهر عباده، عشان كده احنا بنفرز علشان نبقى فاضيين للصلاه وللعباده، وما تفضليش واقفه في المطبخ طول النهار، وبعد ما تخلصي فطارك وتحضري فطار تقفي تغسلي مواعين، وبعد ما تخلصي المواعين هتلاقي نفسك ايه، خلاص تعبانه مش قادره تقعدي بقى، عايز تقعدي تريحي، مش قادره تمسكي مصحف ولا قادره تصلي بقى التراويح ولا الكلام من ده. لكن انت لو مفرزه مش هيبقى عندك مواعين كتير، لان انت مطلعه الحاجه مفرزه، مش هتقفي تسبكي طماطم، مش هتقفي تسبكي بقى الحاجات بتاعه المحشي، مش هتقفي تسبكي وتعملي، لا كله هتحطيه على بعضه في حله واحده، ويبقى ايه كده مش هتبقى عندك مواعين كتير. تمام، هتبقى ايه الشغل هيبقى خفيف عليكي، وهتبقى الحاجه جاهزه، مش هتستخدم، مش هت يعني تقفي وقت كتير في قفوي المطبخ، يعني انت في نص ساعه او في ساعه تكوني خلاص افطارك، بالنسبه لو انت مفرزه الحاجات دي كلها، ومش هتبقى عندك مواعين قبل الفطر خالص. تمام، نرجع تاني لموضوع البسكوت ايه والعيد. طبعا احنا ايه البسكوت والحاجات دي كلها والكحك والحاجات دي بتاخد مننا فلوس ياما قوي، لان انت عايزه زبده، عايزه سمنه بلدي، عايزه حتى بتعملي سمنه نباتي، عايزه سمنه نباتي، وسمنه بقت غاليه جدا، الدقيق والحاجات دي كلها طبعا مصروف تاني لوحده. فانت تعملي ايه بقى من دلوقتي، ابتدي كل برده شهر زي ما بتشيلي الطماطم والفاكهه والحاجات دي، هنشيل برده كيس دقيق. بالنسبه للكحك انت مثلا بتعملي هتعملي مثلا 2 كيلو كحك، كيلو بسكوت، كيلو بتشفور، كيلو غريبه، يبقى هتشيل كده كام، حوالي مثلا 4 كيلو 5 كيلو او 6 كيلو، على حسب ما انت بتعملي بقى الحاجه بتاعتك، هتعدي الدقيق اللي انت بتعمليه. بتستخدمي مثلا 5 كيلو دقيق اللي هتعمليه بحاجه العيد كلها، يبقى هتشيلي 5 كيلو دقيق ازاي، كل شهر وانا بجيب الدقيق بتاعي هجيب كيس زياده من دلوقتي، هتشيلي كيس كل شهر، احنا فاضل علينا 3 شهور وعلينا شهر 3 كمان، يبقى كده 4 شهور، يبقى كده هتشيلش 4 كيس دقيق. لو شلتي من دلوقتي كل شهر كيس واحد دقيق ب 18 جنيه ولا ب 19 جنيه، هيبقى عندك حاجه الكحك بتاعتك، حاجه الدقيق اللي هتعملي بالكحك بتاعك. هتيجي بس هتزودي عليهم كيس او كيسين على حسب ما انت ايه هتعملي الكميه بتاعتك. تمام، برضو لو تقدري دلوقتي وانت بتشتري حاجتك اشتري لك مثلا ايه ربع عجوه وشيليه، ربع ملبن وشيليه، الشهر الجاي هاتي ربع عجوه تاني وشيليه، ربع ملبن وشيليه، وهكذا. هاتي مثلا تمن سمسم، في تمن سمسم وشيليه.
تمام. هتجيبي مثلا الزبده مثلا الشهر ده، مثلا هتجيبي لو انت بتعملي حاجتك بزبده، هتجيبي مثلا الشهر ده قالب نص كيلو وشيليه، الشهر اللي جاي هتجيبي قالب نص كيلو وشيليه، وهكذا. لو انت بتستخدمي سمنه نباتي، لو انت بتستخدمي سمنه نباتي هتجيبي برضو، ممكن تجيبي باكو الزبده اللي هي الباكو اللي هو الربع كيلو دوت، ممكن تجيبي باكو باكو وتشيليه، ممكن تجيبي علبه اللي هي كيلو وتشيليه، على حسب برضو ميزانيتك. عايزه تجيبي ربع كيلو سايب في ربع، اعملي لك علبه كده علبه، وهاتي ربع في ربع حطيها فيه ونسيها كانك ما جبتهوش. ربع كيلو الشهر ده على ربع كيلو الشهر اللي جاي على ربع كيلو الشهر اللي وراه، هتملي العلبه بتاعتك سمنه. وانا كنت عامله لكم ازاي تحولي السمنه الصناعي بتاعك او السمنه النباتي دي لسمنه بلدي، بالنسبه للناس اللي هي ايه ميزانيتها ضعيفه ومش تقدر تعمل الكحك والحاجات دي بسمنه بلدي. هسيبه لكم برده ان شاء الله في صندوق الوصف او في شاشات النهايه عشان لو عايزين تشوفوه. طريقه حلوه جدا والله، بتبقى السمنه اللي انت عاملاها دي بيبقى كانك عامله الحاجه بسمنه بلدي، ولا اي حد ياخد باله مش عاملاها بسمنه نباتي، بمكون واحد بسيط جدا يعني. فلو انت بقى بتعملي بسمنه نباتي اعملي الخطوه دي، هتعمل معاكي السمنه كانها سمنه بلدي بالظبط، وهتبقى ريحتها بالحلويات كمان بتاعت العيد، الحلويات رمضان برضو، لاي الحلويات الكنافه والجلاش والحاجات دي كلها، والله كانك عامله نفسها بسمنه بلدي بالظبط. ده للناس اللي هي بتستخدم سمنه نباتي اصلا، لكن لو انت بتستخدمي بقى زبده او سمنه بلدي وتقولي لي مش عايزين نحط الزبده على النار، السمنه على النار عشان ما تتهدركش والكلام من ده، يبقى لا، يبقى انت هاتي السمنه البلدي بتاعتك. بس انا عامله لكم طريقتين، طريقه احطها على النار وطريقه من غير ما احطها على النار، هسيب لكم الطريقتين ان شاء الله، وتنقوا الطريقه تعجبكم. الاثنين بيدوا في النهايه لحاجه واحده، يعني نفس الطعم ونفس النتيجة. تمام، يبقى كده احنا شلنا حاجة البسكوت والكحك من غير ما نحس. تمام، حتى لو انت ما قدرتيش تجيبي الزبدة او سمنة، كفاية او انك شلتي مثلا العجوة والجي وتيجي على العيد مثلا تشتري الزبدة بس كده، والله الحاجة هتعدي من عليكي من غير ما تحسي بيها خالص. انا بعمل كده قلت لكم من سنين، من ساعة ما ابتديت ايه، من بعد سنتين كده من الجواز. تمام، ما بقتش بشيل هم لا رمضان ولا حاجة العيد بصراحة. بعد كده طبعا عشان حاجه ما تبص منك، بص على تاريخ الصلاحيه كويس جدا، اهم حاجه تبص على تاريخ الصلاحيه اللي انت جايبين، وفي نفس الوقت انت اللي جبتي الشهر ده الحاجات، الشهر اللي وراه بقى لما تجيبي خزينك بتاع الشهر طلعي القديم استخدميه وحطي بداله جديد. يعني طلعتي كيس دقيق، شايله كيس دقيق خديه وحطي بداله كيس دقيق تاني، شايله كيس رز خديه وحطي بداله كيس رز تاني، وهكذا. برضو انت ممكن لو انت مش قادره، لو انت بقى مش قادره تشتري الحاجات دي كلها وعندك تموين، انت ممكن تشيلي من التموين بتاعك، يعني ممكن كل شهر هتجيبي التموين بتاعك وتشيلي منه جزء بسيط. حتى لو انت عملتي علب وحطيتي في كل علبه، مثلا عملتي علبه للسكر وعملتي علبه للرز وعلبه للدقيق، وكل شهر لما تجيبي التموين بتاعك خدي كوبايه سكر وحطيها في العلبه، وفي علبه الرز خدي كوبايه رز وحطيها، هيجي برده عليكي رمضان تبقي شلتي برده ايه، او حتى كوبايتين ثلاثه لحد ما تقدري، لو انت مش قادره تشيلي او اكتر من كيس، لو مش قادره تشيلي كيس او اكتر يعني، فممكن تشيلي نص كيس، تشيلي كوبايه كوبايتين على قد ما تقدري تشيلي. حتى لو جمعتي السكر بتاع الشربات هيبقى عدى من عليكي وعملتي الشربات كله بتاع الشهر من ايه، من غير ما تحسي. تمام، يبقى ممكن نشيل، قلنا كذا حاجه قلت لكم نشيل بيها، ممكن تختاري بقى انت ايه الفكره اللي تعجبك منهم. تمام، ممكن برضو تستغلي العروض، انت شوفي مثلا دلوقتي على النت، شوفي ايه الاماكن اللي بتبقى عامله عروض، يعني فتح الله بيبقى نازل دلوقتي على الفيس والاماكن دي كلها بتبقى عامله على الفيس يعني العروض بتاعتها، فانت شوفي المكان اللي فيه عروض وروحي هاتي منه الحاجه بتاعتك باسعار. ممكن برضو في منطقتك يبقى في سوبر ماركت كده بيبقى عامل عروض، ممكن تستغليها وتروحي تجيبي منه الحاجات اللي ايه باسعار رخيصه. يعني انت لو رحتي مثلا جبتي حاجه الشهر بتاعتك من عنده باسعار رخيصه فاستغليش العروض، استغلي بقى الفرق الفلوس دي وهاتي بيهم حاجه شيليها رمضان. يعني انت مثلا عملتي فرق فلوس 100 جنيه، ال 100 جنيه دي نسيها ما تجيبيش بيها حاجه لنفسك ولا تشيلي فلوسها، لا خدي ال 100 جنيه دي مثلا وهاتي بيها كيس مثلا سكر وكيس رز او ازازه زيت وكيس سكر وشيليهم لرمضان. تمام، فدي كده كده هتعرفي تستغلي العروض ازاي. برضو في حاجة كمان، في ناس كتيرة بتحب تجهز أطباق أو كوبايات قبل رمضان، يعني بتحب مثلا تحتفل برمضان، يعني زي ما تقولي إيه يعني بتحب تميز رمضان كده عن بقية الشهور التانية. فممكن انت بقى لو انت من الناس اللي بتحبي تجهزي كده قبل رمضان الكوبايات والاطباق بتاعتك، او انت ناقصك كوبايات او اطباق في البيت، فتبتدي تشتري من دلوقتي. يعني ممكن انت كل ما تنزلي مثلا الشهر ده مثلا هتجيبي طقم كوبايات وتشيليه رمضان، الشهر اللي جاي مثلا هتجيبي مثلا لو انت محتاجه مثلا اطباق هتجيبي الاطباق اللي انت محتاجاها وتشيلها على رمضان، بدل ما تنزلي تجيبيهم كلهم مره واحده وتصرفي ايه برده مبلغ ايه كبير، كده هيوفر معاكي كتير قوي.
تمام. فانت حاولي تعملي بقى كل الخطوات دي، يعني انت لو اخترتي منهم فكره او فكرتين او ثلاثه هينفعوكي والله كتير. وعن تجربه انا بقول لكم، بقالي سنين انا بعمل الخطوات دي، ما بشيلش الهم عيد ولا هم رمضان ولا هم الحاجات دي كلها. انا بس حكايه الاطباق وكوباياتي هي بس اللي بجيبهم، بصراحه الاطباق بتبقى عادي، ما بشتريش ابدا اطباق لرمضان. لكن لو انت بقى من الناس اللي بتحب تعمل كده، فانت تشتري بقى ايه حاجه في حاجه كده. ممكن تشتري كل ما تنزلي طبقين ثلاثه، لو انت ما عندكيش اطباق يعني محتاجه اطباق، فانت كل ما تنزلي تشتري طبقين ثلاثه، مش لازم تنزلي تجيبي كله مره واحده. الكوبايات بس اللي صراحه اللي بجيبها على رمضان، بحب كل رمضان يبقى عندي كوبايات جديده، يعني انا بحب كده، بحب يبقى عندي يعني لازم على رمضان اجيب حاجه جديده، اي حاجه، صينيه مثلا زي الصواني دي كده محتاجه صينيه مثلا، بحب اجيب صينيه جديده. الكوبايات لازم كل رمضان ان شاء الله بحب اجيب كوبايات جديدة على رمضان، بحس ايه يعني عشان الخشاف وكده، بحب يعني احطهم حاجة جديدة كل سنة. فبرضه انت وميزانيتك وانت موجود عندك، عندك انت كوبايتك وعندك اطباقك، خلاص مش لازم تجيبيهم، وشيلي ايه خزين رمضان اهم يعني. برضه زينة رمضان، ان احنا نجيب زينة رمضان برضو، ده مش من الحاجات اللي هي ايه مثلا ان احنا كده نبقى بلغنا مثلا، او احنا بنصرف فلوس ملهاش حاجة لازمة، لا. رمضان ده شهر بيجي واحد في السنة زي ما قلت لكم، لازم نحتفل بيه. وبعدين رمضان ده من اعظم الشهور في السنة، يعني انا من الناس اللي روحها في رمضان، انا بجد بحس ان انا روحي في رمضان. فرمضان ده بالنسبة لي شهر مش عادي، يعني انا كنت بشيل الحاجات دي كلها من بدري، فانا ببقى اشيلها وانا فرحانة ان انا بشيل رمضان، يعني اللي هو فرحة ان انت مستنية بقى ان خلاص بقى انا بشيل، يبقى خلاص رمضان قرب، يعني من الفرحه يعني ان انا بشيل، فرحانه من رمضان فبشيله. يعني حتى لو انا مزينتي تسمح ان انا اجيب كله مره واحده، فانا لا بحب اشيل واحده في واحده عشان حتى احس ان انا رمضان جاي خلاص بقى. فانت برضو الزينه من الحاجات اللي هتفرحي اولادك بيها، ومن الحاجات برضو تعتبر من حاجات مهمه، يعني انك تغيري شكل بيتك في رمضان او تحطي شويه زينه، دي من اسباب يعني فرحه لاولادك في البيت، يعني تلاقي اولادك فرحانين بيها كده، وانت نفسك بتفرحي بيها لما تلاقي معلقه فرعين كده نور، معلقه اللي هي الحاجات اللي بتتحط دي، جايبه فانوس، جايبه اي حاجه على قد ما تقدري. ممكن على فكره الحاجات دي من على النت كده تجيبي وتعملي حاجات في البيت، مش لازم تشتري، بس المهم ان انت تعملي حاجه جديده كده تفرحي اولادك بيها على رمضان، يعني تميزي رمضان زي ما قلنا ايه عن بقيه الشهور بتاعت السنه يعني. يا رب الفيديو يكون عجبكم ان شاء الله. ويا جماعه عايز اقول لكم بس، لو انتوا الفيديوهات بتاعتي لو عجباكم يا ريت تكتبولي في الكومنتات، لو انتوا عايزين مثلا اغير في نوعيه الفيديوهات، عايزين فيديوهات من نوع تاني مثلا، لكم اي طلبات فاكتبولي في التعليقات. لو قناه يعني تقولولي قناه مثلا متنوعه مش متنوعه، انا ماشي على رتم واحد بغير مش بغير، يعني محتاجين حاجه تانية اكتبولي برده في الكومنتات، وان شاء الله ايه احاول ايه اجدد من نفسي واعمل لكم ايه اللي انتوا عايزينه يعني. ويا رب الفيديو يكون عجبكم النهارده، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.